تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد ال خليفة، رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان الخليفة التعليمي الخيري أقيم الحفل السنوي التاسع لجائزة الشيخ محمد بن عبد الله للبحوث الطبية لعام 2015 ميلادية، والذي نظمته قوة دفاع البحرين ممثلة بمستشفى الملك حمد الجامعي بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله ال خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة ومعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب. عدد من كبار المسؤولين بوزارة الصحة ومستشفى الملك حمد الجامعي والفائزين بالجوائز بالإضافة لحضور نخبة من الشخصيات الرائدة والقيادات الطبية بمملكة البحرين وبهذه المناسبة تفضل معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بإلقاء كلمة ترحيبية بهذه المناسبة أكد فيها على أهمية الأبحاث العلمية وما تعكسه من قدرات علمية وفكرية، منوها معاليه بأن الجائزة هي تقدير واعتراف بالجهود التي بذلها الفائزون فيها. والذين تمت مكافاتهم عليها لجهودهم البحثيه، واتمنى ان تكون مصدر الهام للاخرين وتحفيزا لهم في توسيع مداركهم وافاقهم العلميه دون التوقف عند حدود معينه. مشيدا بكل الجهود المبذوله التي قدمت في سبيل تقديم مثل هذه الفرص الكبيره للمتميزين في مجال البحث العلمي والطبي. كما قام معاليه بتوزيع الشهادات والجوائز على الفائزين العشره لافضل بحوث طبيه خلال العام 2015 من جهته اكد دكتور جعفر لبريق رئيس تحرير مجله البحرين الطبيه ان جائزه الدكتور محمد بن عبد الله ال خليفه للبحث الطبي التي تقدمها مجله البحرين الطبيه تعد من اهم الاحداث الطبيه التي تقام بمملكه البحرين خاصه وانها تشهد حضور نخبه من, رواب من رواد الطب وابرز خبراء الرعايه الصحيه للاحتفاء بالاطباء والباحثين الذين ساهموا في رفع مستوى الخدمات الصحيه والطبيه من خلال بحوثهم المتميزه وقد تم استعراض البحوث العشره الاولى التي حصدت الجوائز والمتمحوره حول اثار التعرض القصير الامد للحقول الكهرومغناطيسيه على تركيز الكالسيوم في مختلف مناطق الدماغ لدى الفئران ودور حاجز قناة الكالسيوم ومرض السكري والأمراض الناجمة عنه وجراحات علاج السمنة المتطورة باستخدام المنظار فضلا عن بحوث مرحلة ما قبل التحليل لجمع عينات الدم وصولا إلى بحث مقارنة بين العلاج بجرعات منخفضة والعلاج بالجرعات المعتادة • يثبت المنطق أهمية البحث العلمي ودوره الحيوي في نماء العقول وتطور قدراتها المعرفية، وحتى ازدهار تلك المجالات التي تحتويها. والنسخة التاسعة من جائزة الدكتور الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة للبحث العلمي تأتي لتؤكد من جديد نجاعة مختلف الأبحاث العلمية في تهيئة الكوادر البشرية الطبية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل أفضل الممارسات الوقائية والعلاجية للإنسان العلم والتعلم هو الذي يرتقي بالأمم ويرتقي بالشعوب ويرتقي بالمؤسسات والتعلم في المجال الطبي والتعليم هي طبعا يقوي من القدره للمؤسسه الطبيه على الخدمه الطبيه وعلى تقديم افضل الخدمات للمرضى الاطلاع والنظر وحتى معاينه كل جديد قد طرا على كيان هذه الجائزه كان محل اهتمام ومتابعه من قبل من شارك من الجهات الرسميه التي حضر ممثلوها ليبدو ذلك الانطباع الايجابي حول ما احدثته جائزه الدكتور الشيخ محمد بن عبد الله الخليفه للبحث العلمي من زياده لحجم التنافسيه بين رواد العمل الطبي الراغبين في التسلح بادوات بحثيه تختصر عليهم الطريقة نحو انجاز هم طامحون لتحقيقه وبأقل التكاليف. هذه البحوث تساعد كثيرا على على تنمية الخدمات الطبية وتساهم في المعرفة في الأبحاث الطبية. احنا في مجلس النواب دائما نشجع الشباب على مثل هذه البحوث ونساهم من خلال المقترحات ومن خلال المشاريع في الخدمات الطبيه على اساس ان هذه الخدمات الطبيه تساهم في ارتقاء المجتمعات. بحوث علميه استدلت طريق الفوز بشكل سلس. فالعناوين التي حملتها تدل على زخم وجديه القضايا الطبيه التي عمدت الى توجيه الانظار نحو مخاطرها وكيفيه ايجاد الحلول الكفيله ببطلان امتدادها الفرق ما بين الطب في هذه المنطقه والغرب هو البحوث من خلال البحث تستطيع تطوير الخدمات الصحيه بدون بحث طبي لا لا تبقى الخدمات الطبيه على ما هي لا يمكن اكتشاف اي دواء جديد او اي عمليه جديده بدون بحوث. البحث العلمي سلاح الدول التي تنشد تفوق افرادها ونماء قدراتهم العلميه والفكريه والسلوكيه وتحقيق الرفاهيه المقننه لهم. جائزة خصصت لتلك البحوث العلميه التي تثري المجال الطبي بجمله الافكار القابله للتطبيق لتلفزيون البحرين محمد رشيدات